باش ندخل في المرحلة الثالثة اللي هي مرتبطة بإعداد المراكز الامتحانات وإجراء امتحان البكالوريا وكذلك امتحان السادسة ابتدائي وامتحان التاسعة ابتدائي. ننطلق هذه السنة بعدد 7200 تقريبا في البكالوريا بزيادة ملحوظة عن السنة الفارطة اللي خدمنا فيها في حدود 6500. ننطلق كذلك بعدد 2000 تلميذ 2040 تلميذ تقريبا في الابتدائي بالنسبة لمدارة السادسة، وفي حدود 1072 تلميذ بالنسبة للتاسعة أساسي عام، و33 تلميذ في حدود بالنسبة للتاسعة أساسي تقني. الامتحانات بالنسبة لجهة القيروان فما عنا عديد الهياكل المدخلة في العملية، عنا مراكز الامتحان اللي يجروا فيها تلامذة امتحاناتهم في الابتدائي والاعدادي والثانوي، عندنا مراكز الاصلاح، عندنا مركز اصلاح للبكالوريا، مركز اصلاح وطني للبكالوريا اللي جينا المواضيع من جهات اخرى نقوم باصلاحها، عندنا مركز اصلاح وطني كذلك بالنسبه للسادسه ابتدائي نفس العمليه جينا مواضيع نقوم باصلاحها، وعندنا نتميز ربما بمركز تجميع، مركز تجميع اللي موجود من سته في تونس من بينها القيروان، ونعتز يعني بالعمل اللي قاعد يتقام في مركز التجميع اللي هو بلغنا كثير من الشكر، على اعتبار أن العمل في مركز التجميع هو عمل دقيق ودقيق جدا، هي النبض متاع الامتحانات الوطنية. الاستعدادات على مشارف النهاية، الاستعدادات منذ السنة الفارطة صاحبها استعداد آخر اللي يهم لا يقل أهمية عن الاستعداد اللوجستي، هو الاستعداد البروتوكول الصحي وتأمين المراكز الصحية. عادة تلاميذ في المدة الفارطة وباتباع إجراءات صحية في البكالوريا اقتداء بالتجربة في السنة الفارطة، لا سبيل أن تكون مؤسسة تربوية غير مؤمنة من الناحية الصحية، وحتى على مستوى ذهنية المتعاملين فما حتى شدة وصرامة كبيرة في التعاطي مع هذا الموضوع، لربما يقع بعض التراخي خلال الأيام العادية، ولكن بالنسبة للامتحانات الوطنية ما فيش نقاش، فما بروتوكول صحي تام يطبق بكل حرفية، تثبت من الوضع الصحي الأولي بالنسبة للتلميذ، إذا فما شك فما قاعات عزل لعزل أولية في الساعات الأولى واللي يتم إجراء الامتحان، ثم فيما بعد عندنا مركز خاص للتلاميذ لإبقاء معناه لإتمام إجراء الامتحانات. الحالات الخاصة، الحالات الخاصة عندنا هي حالات سنوية، فما زوج صناف من الحالات الخاصة، فما في السجن المدني زوج حالات في السجن المدني بالقيروان، كيف كيف إجراء الامتحان بالسجن المدني تو ثابت عندنا حالتين، حالة قديمة وحالة نتيجة انحراف في هذه الأيام الأخيرة من أحد التلاميذ، فيها إجراءات كبيرة، فما عدد من المراقبين وفما عمل سنوي نقوموه مع الأخيان في السجن المدني اللي بالمناسبة بنشكرهم. الحالات الخاصة كذلك حالات غير مرتقبة ونتمنى ما تصيرش، هو التعكرات الصحية أو التوعك الصحي خلال فترة امتحانات الوطنية أو قبلها بقليلة وغيرها، نتخذ الإجراء بأن التلميذ يجري الامتحان في المستشفى الجهوي بنفس الصياغ والإجراءات القانونية اللي نتبعها في المراكز العديدة. ما حصيلة الإصابات مازال ما عندناش الجدول الجامع الركاب، ولكن ماهيش شوي فما موجود عدد، خاصة في أمام تنامي الأرقام في جهة الوسلاتية هذه الأيام، وكذلك في بوحاجلة وفي نصر الله، بطبيعة الحال في سياق الوضع العام اللي هو دير اليوم احنا في لجنة الكوارث لهذا السبب. العدد ما نقول شوي لا مش شوي، فما عدد طيب، فما شك كذلك، فما حالة رباك تصير لنا على مستوى المؤسسات التربوية حتى على مستوى المدارس الابتدائية أنا قاعدين نتعاطوا فيها، ولت فما تو شوية دربة على مستوى التعاطي مع الاشكال هذا. على كل احنا التحدي الكبير عندنا اللي هو اجراء الامتحانات العاديه اللي هي قاعده تصير الايام هذه، مبدئيا ما عندناش بلوكاج، عندنا اشكاليات ولكن ما عندناش الى حد بلوكاج، ان شاء الله بنفس الصيغه نمشوا في الامتحانات الوطنيه، التعاطي معها بالعقل وليس بالعاطفه بالطبيعه، رغم اننا نتالموا من الداخل على الوضع، معناها ما فماش مش مسموح الخطا والاجراءات الترتيبية ما فيها حتى هامش الخطأ، ونتوفقوا كما توفقنا في السنة الفارطة.